كيفاش يمكن لي نطقو اش باللغه الصينيه تنطق بحال لا خوطا اسبانيول بحال خير، كيفاش نطقو تي تنطقو تي بحال كان عندنا شي هي سي اون كونسون اسبيري سادي كي سو برونس افيك اون بتيت اكسبلوزيون دير، كيفاش نشبهو؟ تنشبهو بحال الطريقه ديال الطح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محبين قناة جوكم ملك تي في وكذلك المتابعين الكرام، شكرا لكم على حسن إصغائكم والتتبع والوفاء ديالكم وثقتكم في هذه القناة. إذا سوف نواصل تعلم اللغة الصينية، هيا بنا. إذا في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض القواعد الخاصة بالنطق باللغة الصينية وكذلك نتعرف على قواعد وحروف. كيفاش يمكن لي نطقو اش باللغة الصينية تنطق بحال لا خوطا اسبانيول بحال خير، كيفاش نطقو تي تنطقو تي بحال كان عندنا شي هي سي اون كونسون اسبيري سادي كي سو برونس افيك اون بتيت اكسبلوزيون دير، كيفاش نشبهو؟ تنشبهو بحال الطريقه ديال الطح طح. لو اكس سو برونس كوم مي افيك لو دو دو لا لانغ لا بوينت دو لانغ اي ديغي لي دون دو، مثلا بحال الشكل هذا لاحظتو سي 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 سي. دابا عندنا الحرف بي سو برونس اونتر لو بي اي لو بي، اذا كيفاش نطقو؟ نطقو بحال الشكل هذا با، ما هو بي ما هو بي بوم. اذا اش اي برونس كوم لا خوت اسبانيول، لو تي اي سون كونسون اسبيري كي سو برونس افيك اون بتيت اكسبلوزيون تي بحال طاح، اي لو اكس سو برونس كوم اس mais avec le dos de la langue, c'est-à-dire la pointe de langue et derrière les dents du bas. Le B se prononce entre le B et le P. Ma ou P, ma ou P. Pas ce qu'il a. P, pa, pa. Il y a un peu de temps pour le faire. Il y a un peu de temps pour le faire. Z ou le faire. Flor à Sénia. Z, pas ce qu'il a. Tss. Tsaï. تساي 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 صلاح صلاح. كاين غلبة ديال دي و في الأخير تكون عندنا واحد النطق خفيف ديال الزيت تساي تساي. أما جي تنطق بحال يا زي زين زين، تيكون شيء ما صعب. سوف أقدم لكم بعض التعابير بحال ليكزومبل ديال تساتين تساتين، سوف نقدم لكم عدة تعابير كيفاش يمكن لكم تنطقوا بسهولة الزد والجي في اللغة الصينية. كما لاحظتوا شفنا في الأول لي زينيسيال معنا أهم القواعد الخاصة بالنطق في اللغة الصينية، معنا الحروف اللي تنطقوا بواحد الشكل مختلف. دابا حاليا سوف نتطرق ما يسمى بلي فينال، على المقاطع الأخيرة اللي تكون نهاية كل كلمة صينية. مثلا كان عندنا أن أون لو أون سو برونس أن، حسوا أن هادي تكون دائما في آخر آخر مقطع من كلمة الصينية أن. لو أو سو برونس سوفون تري زوفير مع المفتوح أ أ هاد الشكل. لو اي سو برونس اي تقدر تنطق بحال الشكل هذا اي فوالا. لو او سو برونس او سوف ديغيير جي ولا كي ولا اكس ولا اي تقرا عادي جو 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 او فو. اذا وجدنا مثلا هذا المقطع هذا في اخر كلمه خاص نطقو بحال الشكل اي، اما اللي كان هاد المقطع بحال هكا في اخر كلمه خاص نطقوها ب ين اي ين اي ين. في الاخير في كل فيديو من تعلم اللغه الصينيه سوف نحاول نقوم بواحد التدريب خاص بالصوتيات اكزرسيس فونيتيك، الغرض منه هاد التمرين هذا هو نميز ما بين ايقاع مرتفع وايقاع منخفض. ما 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 اي اي ما
ما خاو خاو سان او او ني ني با هن هن ني مي مي ما اي ما خاو سان او ني با هن ني ما. نشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم من تعلم اللغة الصينية بسهولة.